أظهرت دراسة حديثة أن مهنة المعلم تعتبر أكثر المهن إرهاقاً، حيث بتحمل المعلمين ضغوط كبيرة متعلقة بعملهم أكثر من غيرهم من الموظفين والعاملين. وهذا الكلام حسب ما قالته الدراسة البريطانية، وأضافت أن المعلمين اللي عم يتحملوا ضغوط كتيرة طول فترة عملهم بهالمهنة بيصير العمل مكثف على مدار الأسبوع طوال العام الدراسي، وهذا الشيء بيؤدي لضعف التوازن بين العمل والحياة وارتفاع مستويات التوتر. فالمعلم بيبقى مشغول بعمله بعد الدوام المدرسي، التحضير ومراجعة عمل الطلبة، وكل هذا على حساب حياته الشخصية، بالإضافة إلى أنه الحصص المدرسية لا تعتبر بالأمل الهين، فالمعلم بيبقى ما بين 45 إلى 50 دقيقة خلال الحصة الواحدة، بمتوسط 4 حصص باليوم، بشغل مستمر من كلام وحركة وشرح، وبيستمر على نفس الوضع بباقي نصيبه من الحصص باليوم ولكل الأسبوع. ننتقل سوا لدراسة وأبحاث أكدوا أنه في عوامل بتخلي عملية التدريس صعبة وشاقة بالنسبة للمعلم. فتعرض المعلم التربوي لمجموعة كبيرة من التحديات بداخل وخارج الصف الدراسي والفصل الدراسي أيضا، تتمثل هالتحديات بالبيئة التخريجية، فبتحدث الاضطرابات بالعديد من الأشخاص بداخل وخارج الفصل الدراسي، وبيعيش الطلاب والمعلمين داخل وخارج حدود أسوار المدرسة بظروف مختلفة. ومن الأمور يلي بتعيق عملية التدريس تغيير قواعد الدراسة بشكل مستمر، فبيكون هذا الشيء ببعض الجوانب جيداً، بينما ممكن يكون في تغيير للقواعد العلمية بالتدريس، وهذا الشيء غير جيد بغالبية الأحيان. كمان إيجاد التوازن هو صعوبة من صعوبات الدراسة، فبيقضي المعلم التربوي مدة زمنية بتتراوح بين 3 إلى 8 ساعات كل يوم مع الطلاب داخل الحرم المدرسي، وبغالبية الأحيان بيوصل المعلم للمدرسة مبكر وبيبقى لوقت متأخر، بالإضافة لقيامه بالعديد من المهام مثل تصنيف الأوراق وتسجيلها والانتباه على الطلاب داخل الحصة الدرسية. وختاماً، من أهم العقبات اللي بتواجه المدرس أثناء التدريس هي فردية الطلاب، فكل طالب مختلف عن غيره من حيث شخصيته واهتمامه وقدراته وتطلباته ومهاراته الشخصية بين كل الطلاب، وهذا الشيء عم يشكل بقياس الفروقات أمر صعب جداً للغاية الفريدة. وكمان بالختام ألف شكر لكل المعلمين، وكل عام وهنون بألف خير.